ورا فعاليات المهرجان وحفل الافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. اهلا بيك يا حبيبتي، انتوا المنورين. تقولي يعني كوكبة والتظاهرة الفنية اللي احنا بنحتفل بيها في العرس مهرجان القاهرة السينمائي. عايزة اقول لك هي دي مصر، هو ده الفن المصري والثقافة والادب. طبعا انا كان وحشني قوي مهرجاننا اللي يعني توقف وعاد لينا مرة اخرى، والعودة قوية جدا الحمد لله يا رب، وقوية كمان يعني بالنسبة للعالم كله ان احنا بنعمل مهرجاننا حفل الافتتاح في مكان يعني عالمي، القلعة. فطبعا القلعة بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للعالم كله من اجمل اثار مصر، من اجمل اثار العالم. وزي ما بقول رسالة بنوجهها للعالم كله، مهرجان القاهرة السينمائي الدورة 36، الفن المصري بيقدم من داخل القلعة، قلعة محمد علي وجيش محمد علي. شيء جميل قوي، وسعيدة كمان ان يسرى الفنانة العظيمة هي رئيسة لجنة التحكيم بالظبط كده. فطبعا انا سعيدة بده جدا ان شاء الله يا رب. ونجيبك ده المرأة المصرية، عشان دايما بس نتكلم المرأة المصرية. وانت دايما من الناس المتحفزين جدا فنانات ونجمات اللي لهم. طبعا 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 المرأة المصرية ليها دور في كل حاجة في الدنيا. يا هند بتحضر ايه في الفترة اللي جاية؟ لا بنحضر بقى المجلس الشعب ان شاء الله. من داخل الجدار الله يخليك. ان شاء الله مصر محتاجانا كلنا، مش محتاجة هند بس، محتاجانا كلنا. الله يخليك حبيبتي، بنشكرك وانت منورة. ميرسي جدا، ميرسي ميرسي، شكرا.